تحية كبيرة ومميزة لكل أحبة ولكل مستمعي بانوراما اف ام، وسلس يومك معي أنا فرح عبد الحميد ومع الزميلة سيلفا يلي عم ترافقنا طبعا أيضا في الحلقة. وسيلفا مثل ما خبرنا قبل شوي رح يكون معنا اليوم كتير ضيوف. أول ضيف معنا هو طبعا ناس كتير بتحبه وناس بنفس الوقت هيك بتعتبره شخص مثير للجدل، هو بيضل هيك محافظ على الحالة الفنية المعينة يلي هو عملها لحاله، النجم اللبناني المغني وأيضا خبير التجميل جورعد. أهلا وسهلا فيك. أهلا فرح، قد يسعد مساكي أو صباحك، ورمضان كريم لألك ولسلفانا ولكل مستمعي بانوراما. تحياتنا الكبيرة لألك جو. شكرا كتير لألك. أيوة. يا جو، بداية بدي تخبرني هيك عن الأجواء الرمضانية عندك هلأ في بيروت، وشو هالأكتيفيتي الحلوة على السناب شات؟ حياتي كلهم بيقولوا لي إنه هن المبسوطين وبعطيهم سعادة، فأنا مبسوط إنه اللي عم يحضرني ومتابعني على السناب شات إنه عم بعطيها لقد ضحكة، لأنه نحن بوقت صرنا بحاجة للضحكة أو أيام يمكن يستفيد من شيء أنا عم بعمله مثل ما أنا بستفيد من غير. حلو. طيب جو، يعني بوقت أنه إحنا هلأ خصف العشر الأواخر، الواحد عم بيقضي رمضان هيك بروحانياته بالعبادة وبالتعبد، كتير عم بنشوف أنه ناس بلشت تتصور أنه أنا اليوم رايح أصلي، أنا والله عم بقرأ قرآن، أنا على سجادة الصلاة. لا مو لألك، مو لألك، بس احنا عم باخد رأيك بالموضوع، خاصة انه انت احد الاشخاص اللي عم بتفرجينا كمان، انه يعني هل هو الموضوع تشجيعي، حابب تشجع الناس بالموضوع عشان ما تنفهم غلط جو، يعني في ناس مثلا لا عادي بالعكس انا كل يوم مثلا ليلة القدر، رحت على ليلة القدر ماشي وعيت الصباح لقيت انه اللي منزلينه الاشياء كلها ياتا جو يبكي بليلة القدر، في ناس انتقدت وفي ناس حبيت، واهم شيء انا اللي يعني اللي انا بنبسط فيه هو الناس اللي تتواصل معي قد ايه بيقولوا انه هم فخورين بهيدا الشيء، ويمكن كمان يعني سناب شات يمكن قدمني للناس على حقيقتي. في ناس مفكريني انه انا عايش حياة بس ضحك ولعب وكتير مبسوط، وبالحقيقة انه انا بكل وقت بعطي حقه. اوكي يعني انا بغني بطلع على المسرح، يمكن من برقص وأنا عم غني عامل ستيل عامل حالي، لكن ديني وربي خوفي من الله ما دخلوا بهيدا الموضوع. رمضان بالنسبة لي هيدا شهر التعبد، قريب لربي، بصلي تراويحي، بعمل كل واجباتي الدينية. حلو. ولما أنا يمكن عم بروح على الجامعة أو أنا عم نزل وين ما أنا بكون لفرجيهم انه حقيقتي، يعني ليه نحن بعدنا في اشياء منخبيها وراء اصبعنا. اليوم الناس حابه تشوفك انت كيف، خلص اللي بده يحبني مثل ما انا اهلا وسهلا، واللي ما بده يحبني على راحته، بس انا ما حقدر اذا رحت على مكان شو ما كان المكان ما حب حياتي. انا بهيدا رمضان لغيت واعتذرت من كثير عشوات وسحورات، لانه ما شفت انه بوقت انه نحن عم نصلي وفجاه صرنا عم نغني او عرفتي، فكل واحد بيعمل اللي كل شيء وقته يعني. حالي كما انا هل على فكره هيدا الشيء بيشجع، ما تفكري والله في وحده صبيه لا اسمها يمنى شري مذيعه اكلي بتفرح لي قلبي بهالابيض، وكيف بتروح على الجمعه، في كثير ايام تحمست رحت على التراويح. يعني هيدا الشيء الناس تاخده من ناحية الايجابيه، ما تاخده من ناحية انه نحن عم نعرض. حلو. واما كيف بكيت، لانه انا فعلا حطيت التليفون قدامي ولقيت حالي عم الشيخ عم بيناجد الله وبيقول يا رب سامحنا، لقيت حالي عم ببكي بدون ما احس، خلي الناس تشوفنا كمان. الله يتقبل يا رب هيك منه ومنك صالح الأعمال، وأهم شيء الواحد يكون متصالح مع نفسه ومقتنع بالمواضيع اللي عم تعملها وتكون مع رب العالمين، يعني بغض النظر عن الناس انتقدت الموضوع أو اتشجعت وحبت وشافت وجه جديد لجورعد. حياتي تانكي، وما في حدا على رأسه ريشة، يعني بالنهاية كل حدا عنده أغلاط، بس حلو انه نحن نشتغل على الاشياء المنيحه لالله شوي زي ما احنا. صح معك حق، الله يتقبل يا رب. وجو بما انه احنا بشهر التسامح والغفران يعني مثل ما بيقولوا تصفيه حسابات، ولكن على الخفيف على طريقه هيك مهذبه نوعا ما، بدي اعرف شو اللي صار جديد بينك وبين الفنانه احلام.
الفنانة أحلام ما في شيء ما بيجمعني معها غير كل حب. بالعكس كان ألبومي لازم ينزل بالعيد أنا. طلبت مني يكون معها بالهند، أجلت الألبوم وقلت لها لعيونك يا أحلام، ورحت معها على الهند وصورت اثنين كليب روعة لغنيتين رائعين. حلو. وحتنزل ألبومها هلا إن شاء الله على العيد، حقلها ألف مبروك وبارك لها لألو للفان سعولة ولكل اللي بيحبوا أحلام، وأنا حدا منهم. ما في أي مشكل، كان في سوء تفاهم وانتهينا من زمان، ما في هالمشكل العظيم. أما بالنسبة للتسامح اللي حضرتك حكيتيه ونسبت شهر رمضان والمشكل اللي صار مع رولا سعد، فأنا حقل الله يسامحك، هذا شهر كريم، لكن مش حلو حدا يتأثر تجاهلك أو يقلل من وجودك أو يقلل من شهرتك أو يقلل من محبة الناس لك ويحاول يعمل نجومية على حسابك. هذا سبب صح، خاصة أنه شفناك يعني، وحتى الصحافة كتير كتبت المكتوبة وأيضا صحافة الإلكترونية عم بيحكوا بموضوع مغادرة جو رعد لأحدى البرامج التلفزيونية في لبنان قبل عرض الحلقة بكم دقيقة. فأسباب هذا الموضوع اللي صار وليش اتخذت مثل هيك قرار؟ يعني صار في إساءة، صار في سوء تفاهم أو قلة احترام أو شو اللي صار بالكواليس؟ يعني هو صار عدة إشياء. يعني أول شيء أنا روتانا والإل بي سي الفضائية وتسع قنوات روتانا هو فضلون علي لموت ما بنسى، هن من آمنوا بجو رعد وأطلعوني في عالم الغناء، هن من آمنوا فيي ودعموني وما زالوا عم يدعموني. هن الألبوم إن شاء الله حيكون معهم ومع وناسة مع كل المحطات، لكن هن أول من حدا آمن فيي، فما بنسى فضلهم علي أبدا ولا مزايدات لمحبتي لهم. لكن بالنهاية كل إنسان عنده من قيمته من احترامه. اتفقوا معي أنه كون ضيف عندهم، كان إلي الشرف كون معهم، لكن طلبوا مني أنه تكون حلقتي مع حلقة رولا، وانا قلت اوكي ما عندي مشكل، بحب الارولا. وطلعنا على الهواء، وبقيت بتفاجئ لما بدي اعمل بروفا نص ساعه في حدا كان عم بيغني، فقلت لهم في معنا ضيف ثالث؟ قال لا. بعدين اكتشفت المذيع اللي عم بيقدم البرنامج هو بده يغني بالحلقه بالاتفاق مع رولا انه تطلب منه وتترجى ليغني. فلما طلعت لعامل، وهذا شيء طبيعي عادي بيصير، لكن لما طلعت لعامل بروفا سبع دقائق انقطع علي الصوت، كمان قلت ماشي. لكن اللي تفاجأت فيه انه وقت بلشت الحلقة طلعت رولا والمفروض اطلع انا وراها او معها، نطروني ربع ساعة. فلما انا قلت ليه عملتوا هيك، حسيت انه تلبك وقال يلا دقيقة مضبط الموضوع، قلت له مضبطوا الموضوع. اللي ما حيعرف قيمتي وما حيعرف يعني يحترمني حاعتذر منكم، وحملت حالي وانسحبت، لانه نحن متفقين كون انا ورولا سوا اتنينات على الحلقة، مش من المنطق تطلع قبلي ربع ساعة وبعدين أنا أطلع. فانسحبت بالحلقة وعملت تغريدات يمكن كانوا شوي قاسين، لأنه يمكن كان مسموم بدني. فأنا بدي أقول إذا كانوا تغريداتي قاسين على تويتر يعني أنا بعتذر، لكن صراحة ما بحب حدا يقلل من أهميتي واحترامي بالوقت اللي أنا بحترم كل الناس. صح، معك حق. أنا بوجه لك تحية كتير كبيرة جو على أخلاقك العالية وعلى هيك محبتك للجميع واحتوائك للمواضيع بطريقة جميلة جدا. بعيدا عن الأشياء اللي عم بتصير على الصعيد الشخصي والعملي في شهر رمضان المبارك، ننتقل إلى ألبومك الجديد وجديدك بعد هذا الشهر الفضيل، شو عم بتحضر جديد؟ طبعا أطلقنا ماشي بنور الله يلي عم ينعرض على وناسة، يلي بشكر طبعا بانوراما كمان. هون بدي ما أنسى بليد، يمكن وقتكم ضيق، لكن بانوراما إذاعات كلها هي من أول كمان من بس اللي غنيتي وتبنوني فنيا، بشكركم دايما. وطبعا دعائي بماشي بنور الله، كمان الناس عم تحضر وكتير مبسوطين، كلهم بيقولوا لي أنه كتير حابين هالكلام الجميل مناجاة الله على شاشة وناتا. طبعا الألبوم خبرتك قبل شوي أنه تأجر بسبب أحلام، محبتي لأحلام، لكن خلص أغنيتي وش عندك قاعد بقلبي ما عندكم بيت، الأغنية العراقية اللي بتصور حتكون كتير مهضومة إن شاء الله قريبا، حنصورها بروسيا، لا بروسيا لا بمكان تاني. والألبوم بيضمن 12 أغنية ما بين اللبناني والمصري، وفي أغنية خليجية سعودية يعني من لون السعودي،
وإن شاء الله على عيد الأضحى إن شاء الله الألبوم حيكون موجود. لكن مبدئيا الخطة أنه نطلع غنيت وش عندك قاعد بقلبي قريبا, وأكيد على هواء بانوراما ومن صوتكم الجميل أنتم إن شاء الله. إن شاء الله, جميل جدا جو, إحنا بالانتظار. طيب محبينك عندك أي حفلة أو شيء معين على عيد الفطر السعيد, أو كيف حتقضي أجواء العيد؟ إن شاء الله اليومين رايح على الرياض إذن الله, متوجه على الرياض. في عنا كمان اشتراك في عمل فني, وهون بدوري كمان بدي عايد كل أهل الخليج العربي وقلن لبنان بلد جميل, نحن بنحبكم, نحب تكونوا بلبنان بالأعياد بالصيفية, ناطرينكم لأنه بنحبكم من قلبنا, وبلاكم لبنان منه كتير حلو أبدا. أما موضوع شو عندي على العيد, إن شاء الله حغني لجمعية سرطان للأولاد المصابين بالسرطان, إن شاء الله حغني لهم, وهذا الحفل حيكون تبرع مني لألون بمناسبة عيد الفطر السعيد. ما شاء الله, جميل جدا, نتمنى لك كل التوفيق دائما يا رب جو رعد بمختلف الأعمال والنشاطات الفنية اللي عم بتحضر لها بعد شهر رمضان المبارك. شكرا كتير على هيك هيدا اللقاء, كان سريع بس استمتعنا فيه, وإن شاء الله المستمعين أيضا يكونوا استمتعوا. بحبكم كتير, بحب بانوراما, وبقول I love you جو رعد, love you جو رعد, ولove you لكل محبين جو رعد, وكمان love you لألكم. Thank you كتير جو رعد. إذن كان معنا جو رعد مباشرة على الهواء.